عمال ألمان يعملون في قطاع صناعة وإنتاج الصلب والحديد تظاهروا في ستراسبور لأجل تشجيع البرلمانيين الأوروبيين على عدم منح الصين صفة تؤهلها لتكون عضوا في اقتصاد السوق. قال مسؤول عمالي: الإنتاج الصيني من الصلب يتم بواسطة دعم مالي حكومي لا يراعي أسس السلام والمحافظة على البيئة. البرلمان الأوروبي يناقش وضع الصين نسبة لاقتصاد السوق. البرلماني الأوروبي البلجيكي فيليب لومبير قال في هذا المجال: المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني ليس القدرة الاستيعابية للسوق. الصين لا تعتمد سياسة اقتصاد السوق، فإذا قررت وقف إنتاج الصلب سيتوقف. عمال قطاع الصلب في أوروبا يخشون من القدرة التنافسية للإنتاج الصيني من الصلب، بخاصة إذا حصلت الصين على العضوية في اقتصاد السوق.